في أخطاء وحركات إحنا بنعملها غلط كتيرة قوي. مثلا أكل السكريات، كلنا للأسف بناكل سكريات بتضر سنانا، حلويات، الكحول اللي الناس بقى مش كويسة اللي أنا ما بحبهمش خالص بيشربوا كحول، دول مش بحبهمش يعني بكرههم، لا ما بحبش تصرفهم يعني. يعني إحنا منهيين إن إحنا نكره حد، لكن أنا بقول لك لا ما بحبش إن أنت تبقى كده. فسح يا اخي واخرج واتبسط واضحك وعيش، او مين قال لك الكحول ده بيضحك يعني؟ حاجه هبله. برضه الناس اللي ما يحبش تصرفهم التدخين، يا اخي ارجوك ما تدخنش، السنان بتتاثر بالتدخين بشكل كبير جدا، الكز على السنان. دي حاجه ما نقدرش بقى يعني بيني وبينكم نقول للناس يعني صعب على فكره ان الناس اللي دي عمليه صعبه جدا، الكز على السنان بيدمر السنان، بس هنيجي نقول لك ما تكزش على سنانك، بتتغاظ، حاجه بتغيظ يعني طول اليوم الواحد بيتغاظ. برضه ان انت في عاده غريبه جدا اللي هي شرب العصائر الكتير زياده عن اللزوم وقطم الضوافر، ده مضر للسنان وده مضر للسنان. في ناس كتير قوي مثلا من ضمن الناس كانت بتكز على سنانها على فكره وعثرت على سنانها كتير بس عدلتها، يعني ديمي مور كانت من الممثلات اللي شوفوا بص ديمي مور دلوقتي سنانها عامله ازاي. ديمي مور ما كانتش سنانها كده، لا ما كانتش سنانها كده خالص، سنانها كانت عامله ازاي بقى وروني سنانها. ده كان مش معقول دي كانت سنانها دي، ولا كان فيلم ده ولا ايه؟ معقوله؟ ماشي، بس دي مو ممكن سنانها وحشه فعلا من زمان. لو فاكرين بقى الافلام القديمه يعني سنانها دلوقتي اعتقد افضل كتير جدا يعني، لانه طب الاسنان طب متقدم للغايه. على فكره كل نجوم السينما العالميه بلا استثناء عاملين سنان، بلا استثناء ما شفتش نجم من نجوم السينما العالميه الا عامل سنان، ومميزين قوي معظمهم 90% منهم عاملينها صح، او 95 عاملينها من ناحيه اللون صح، مفيش اوفر ابيض قوي في مصر لسه بعتقد، بس بدا يفهموا ان انا ما اعملش اوفر ابيض قوي، اعملها مناسبه للون بشرتي. زي ما قلت لكم النهارده يوم ممتع للغايه، وقصص ومواويل اسنان حلوه مواويل دي مع ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما باسلوبها الراقي الجميل وتمتعني وبالباشن بتاعها الحماس الطبي بتبهرني الحقيقه، يعني حماس بيبقى جامد جدا وخوف على مصلحه المريض بكل كلمه بكل سطر بكل قصه. النهارده ضيفه العزيزه الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحه الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحبه ماجستير جراحه الفم والاسنان بكليه الطب جامعه القاهره، ماجستير جراحه الفم والاسنان، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور ايمن، منورني. ربنا يخليك ده نورك. نجوم السينما كلهم بيعملوا اسنانهم؟ طبعا. ما ينفعش نجم يطلع يقابل الناس او الناس بتبقى شايفاه ان دوت قدوه وحاجه جميله هيطلع باسنان مكسره. انا مش عارفه ازاي ديمي مور كانت ماشيه بسنه يعني مفقوده، اعتقد ان هو فيلم، اعتقد ان دي لقطه في فيلم، اعتقد برضو لقطه في فيلم، مش منطقي انها يعني صعب يعني، دايما الناس الفنانين بيبقى احساسهم مرهف قوي، صعب انها تكون سابت نفسها كده يعني، انا بقى اتوقع يعني. لكن اي فنان او العبقري بمناسبه الفن يعني محمود حميده، بس ده عبقري يعني، ده ستايل، ده دماغ ثانيه خالص، فقد سنتين او بين اربعه، انا مش متاكد من عدد السنان، اربعه، خلعهم بارادته الاماميين. كان بيعمل فيلم اسمه جنة الشياطين، وكان في دور في جنة الشياطين، الفيلم الدور ده كان صامت لواحد ميت يخلع سنانه، وهو كان طبعا يعني القصة يعني قصة يعني يعني قصة مهمة جدا جدا في انتقال الإنسان من حياة روتينية محددة إلى حياة مطلقة الحرية، يعني سينما مختلفة يعني. سينما مختلفة، وعمل وطبعا زرع السنان بعد كده، بس لا ده يعني حب الفن حاجة طبعا. دايما اللي عندهم الإحساس المرهف والحاجة الفنية دول بيدوا كتير قوي علشان يخلوا الدور فعلا واقعي، بس ثقه كمان في طب الاسنان انهم هيرجعوا انه هيعرف يرجع ده هيرجعوا له السنان قريبه من الطبيعي. قولي لي كنت عايز تقولي ايه الفن دلوقتي؟
لا الفنانين عموما لما بيكونوا او اي شخصيه بتقابل المجتمع بتبقى عايزه تظهر في احسن صوره، فلازم هيكون عامل سنانه، لازم هيكون عامل سنانه، مش ممكن هيبقى ماشي بسنه مكسره وسنان غامقه وي وي وي، لان الناس ديت فاهمه كويس قوي المعتقد الرئيسي ان انت الفيرست امبريشن لاست دايما. الناس لما بتشوفك هو دوت اكتر حاجه بتعلق في ذاكره اللي قدامك، ودايما الشكل اللائق المتوازن بتفرق كتير في ثقتك بنفسك وفي قبول الاخرين ليك. حقيقي بتفرق كتير يعني. فلازم يكون عاملين سنانهم طبعا، منطقي. قبل ما ندخل في الحالات قسمي لي كده الناس يعني تقسيمه عامه في رايك اللي بيجوا كلاينتس الكلاينتس او تجميل الاسنان بالذات. تجميل الاسنان يا اما حد جاي مصر جدا 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 ان هو يعمل اسنانه بس اتأخر شوية والدنيا ما بقتش مظبوطة معاه وفي سكر وداخل معانا شوية عوائق، يا إما حد جاي يعمل تقويم سوري جاي يعمل تجميل للأسنان بس هو عايز يطلع كوبي من شخص معين ودوت مش منطقي، لازم الإنسان يطلع هو، ما ينفعش أطلعه واحد تاني، يا إما ناس بقى مش مهتمة خالص ولا مهتمة وجايين مجاملة لحد، حد جابهم بقى يعني، دايما تلاقي ايه واحدة مامتها جايباها، واحدة جوزها جايبها، اللي هي ايه طب اعملي اللي انت عايزاه وخلصينا يعني، لو ايه هي مش مقتنعة بالموضوع بس يلا ادام دوت اللي هيرضي جوزي او هيرضي بتاع اعملي لي وخلاص، انا مكسوفة مش عارفة اقعد مع احفادي، اعملي لي تجميل يعني المهم ان انا بقى عارف اقعد مع احفادي، عارف ان انا اقابل الناس رغم ان بيبقى سنهم يعني مش كبير، بس يعني فكره التجميل ما تصورش انها تبقى طالعه منهم. يعني انا هقول لك مثلا على حاجه ما اعتقدش ان في اي حد عملها قبلي في التاريخ. شخص جميل بكل المقاييس 93 سنه، انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا يعني، وانا ببص على الايدج مش عارفه اقرا انتوا كاتبين غلط ولا ايه. 93 جاي يعمل تجميل يا جماعه، يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. ال 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 الحد اللي عايز يكون جميل وعايز يعيش مبسوط وفعلا لوكينج فور هابينس، فعلا ما فيش حاجه اسمها سن في الموضوع ده فعلا، وما فيش حاجه اسمها ست وراجل يعني. البيشنت دوت على فكره من الناس اللي انا يعني حبيته جدا جدا جدا، لان انا اتمنى ان انا لما طبعا اكيد مش هجيب السن ده، بس لو جبت السن ده اتمنى اكون بالفكر دوت. ربنا يبارك له يا رب في عمره يا رب. واحنا بنتكلم النهارده على الحالات وعلى القصه اللي هتحكيها لي، برضه تكلمين على الديماند بتاع البيشن، الاحتياجات بتاع البيشن، المتطلبات. في ناس هاي ديماند، في ناس ميديوم ديماند، في ناس لو ديماند. بالظبط زي ما انت عايزه قولي لي واحكي لي. بص هو عاده الناس بتكون عايزه احسن حاجه على الاطلاق، والاهم من ده كله ان اللي يشوفها يقول لها الله انت جميله، دي اكتر حاجه العيان بيكون عايزها. لكن ميديوم ولو ديمانس ما اعتقدش ان هي بتجيلي، لان انا دايما اللي بيجولي بيبقى الديمانس بتاعتهم عاليه قوي، يعني بنقدر نترجمها سقف طموحهم عالي، ما بيجيليش الناس اللي هو اعملي لي وخلاص، لا الناس بتبقى عايزه البرفكشن، عايزه ان هي تعمل عندي اللي لو راحت امريكا هتعمل نفس المستوى ده. فما عنديش الميديوم واللو ديمانس حقيقي، بس الناس ديت انا بحاول دايما ان انا اتكلم معاهم او بقعد حد معاهم من الستاف بتاعي يشرح لهم كل التفاصيل، كل الخطوات، كل حاجه هتحصل، علشان دائما وابدا الناس اللي بتبقى هاي ديماندز بيكونوا عايزين يعرفوا كل التفاصيل، مش بيبقى حتى الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه اللي هياخدوها بعد الشغل، كل حاجه ما بيحبوش اي حاجه تبقى مزد. فدي عاده الكاتيجوري اللي انا بتعامل معاه. اول واحد واول قصه لواحد مش عارف ليه حاسس انه لازم يكون اسمه ممتاز، اسمه كده استاذ ممتاز. استاذ ممتاز ده في ناس كده الكلام الناس بيفرق، استاذ ممتاز بتاع كلام الناس. أيوه. اوكي. قال لك انا عملت تجميل سناني، لكن سناني مش طبيعي، مش طبيعي. اوكي ايوه هي دي الناس الهاي ديماندز. كل واحد يسالني انت عملت ايه في اسنانك؟ ده اجنبي كده. كده اجنبي. ادام الناس سالت عملت ايه في اسنانك، دي في حد ذاتها حاجه مش حلوه. ايه الحل بقى؟ ارجع لاسناني الطبيعيه تاني ولا لا؟ الاول عايز اعرف هو كان ايه وبقى ايه، لان دي تفرق كتير. يعني دايما اول ما بيجي حد يقول لي انا عايز اعمل فينيرز او انا عايز اعمل فينيرز او كده، اقول له انت عايز توصل لايه وانا وصلك. ده سؤال دائما وابدا بقوله في التجميل، ليه بيفرق معايا كتير، والعيان غالبا
بينسى يقول كل الداتا. يعني ممكن تلاقي حد مثلا عايزه تعمل فينيرز او تجميل في الاسنان الاماميه عشان عندها بروز بسيط في الاسنان، مش عايزه تعمل تقويم، لازم اسالها عايزه توصلي لايه، عايز تشوف نفسك ازاي علشان انا اعرف اوصله. فلو هو بيتكلم او هي بتتكلم في تجميل علشان ادخل البروز، دي لي بلان تانية، بلان غير ان انا اقول يلا اقعد حط فينيرز باي باي خلصنا. لا، في ناس تيجي تقول انا عايزه كل حاجه از اتز بس عايزه افتح لون اسناني، دي قصه تانية. في ناس تيجي تقول لا انا عايزه اعمل تجميل بقى، عايزه افرد السنان وعايزه اظبط السنان تبقى طول بعضها ومش عايزه سنه مش قد الثانيه وعايزه وعايزه وعايزه، لا دي خط ثالث، واخد بالك؟ يعني مثلا الحاله دي مدام لطيفه جدا، دي عندها مشكله في تكوين الاسنان، لو تاخد بالك حضرتك كل الاسنان فيها باتشز بيضه كده وفيها ضعف في التكوين واضح جدا جدا. راحت لدكتور تفكيره أدى يعني بيه ان هو هيعمل حشوات للاسنان يغطي بيها السيرفس الخارجي بتاع الثلاث سنات الاماميه. اشمعنى ثلاثه؟ مش عارفه هو حب يعمل كده او دول اكتر حاجه كانت واضح فيها الباتشز مثلا، ده اللي هو عمله. فادى اللون الى ان الثلاثه دولت يكونوا غامقين وشكلهم حقيقي مش حلو، بالعكس يعني احنا لو كنا سيبنا اسنانها مبطشه كان هيبقى احلى. الحاله دي عملنا لها ايه؟ طبعا ده الفاينل بتاعها. الحاله دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، ظبطنا خط اللثه لان السنان كانت استنتد وقصيره، عملنا تظبيط في لون اللثه نفسه، عدلنا فيه شويه علشان نوصل للنتيجه دي. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديماندز، اللي هو ايه؟ انا عايزه اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللثه، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10 بيرفكشنستيك. بيرفكشنستيك يعني ناشده للكمال، حاجه من بيرفكت. الناس اللي بتحب البيرفكشن ده بتكون شغال معاهم وانت عمال تفكر في كل الاتجاهات عشان ما فيش اي حاجه تعدي، لان الناس دولت بيبقوا بيلاحظوا كل التفاصيل. ماشي، بس هي جايه عشان تاخد النتيجه اللي هي عايزاها. الحسوات في الطب شيء رائع طبعا، لانها عايزه توصل لنتيجه وهي جايه من اخر الدنيا وجايه سفر، اكيد مش جايه عشان تاخد الشغل كان ممكن تعمله في المحافظه اللي هي فيها، هي عايزه تعمل حاجه كانها سافرت بره وعملتها. فالحاله ديت من الحالات اللي خدت شغل وتفكير، عشان كده استاذ ممتاز وهو بيحكي قصته كان ايه وبقى ايه، عشان انا اقول له دي ايه اللي حصل، ليه هو فقد الناتشرال ابييرنس، ليه فقدها؟ اكيد عنده بروز واتحطت الفينيرز فوق البروز، فبقى بقه طالع لقدام، بقى المنظر مبالغ فيه، مش عارف يقول انا فيا ايه، او كان عنده فرق في الاسنان كبير قوي ما ينفعش يتقفل بفينيرز، فالحد اللي اشتغله قفله قوي، فبقت حجم السنان بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي، ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح، فادت المنظر الغير طبيعي. اللي جاي بقى ده شخصيته يعني ده عطوف، يعني عاطف، بيقول لك كان 30 سنه وعايز اعمل هوليود سمايل، وانا اقلب الواد توم كروز ولا ايه؟ لا طبعا. قالوا لي اعمل اشعه مقطعيه. اشعه مقطعيه ليه؟ وانا هعمل ايه؟ هبني برج؟ ده هم شويه حركات. وعملوا لي ايه الاشعه المقطعيه دي بفلوس؟ قلت لهم لا، بقول لكم ايه؟ انا عطوفه، انا ما اضحكش علي. ده دمياط يا كده دمياطي. احنا لازم نتكلم في جسر الثقة بين المريض والدكتور. مفيش حاجة اسمها الحاجة ديت بتتعمل علشان استغلال او دي بفلوس او الدكتور عايز يستفيد مني او whatever. ده يعني فئة اقل من القليل اللي ممكن يكون بيفكر ان هو يستغل المريض، وانا ما قابلتهمش. مفيش حاجة اسمها كده، الدكتور دايما بيمشي في اسلم الطرق اللي تخدم المريض وما تعملوش مشاكل. فكون ان الدكتور بتاعه طلب منه يعمل اشعه مقطعيه ده مش استغلال ولا اي حاجه، يا اما هو شايف
ان لازم يبص على في عنده سنه مكسوره، سنه مش مظبوطه، عنده حاجه باين عليها ان هي لونها مختلف، ممكن يكون فيها خبطه، قلق من حاجه، فحب ان هو يعمل اشعه مقطعي. ولو ما قلقش من حاجه وعملها، كتير بيجوا لي والله والله سنانهم بيرفكت، ونعمل اشعه مقطعيه نلاقي كيس دهني قد كده، ونلاقي مشاكل قد كده. لما المريض يقعد يفكر يقول لك اه ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكله وانا عايش عادي، وكتير تلاقي عنده سيست وتجمعات ويقول لك بس انا ما عنديش اي شكوى. فالدكتور اكيد مش بيستغله، لازم جسر الثقه ان الدكتور بيعمل احسن حاجه ليك. في برضو حاجه مهمه قوي ان المريض يعرفها، لما بتروح مثلا بعد الشر تعمل تحليل لاي مرض وتطلع نيجاتيف، تزعل ولا تفرح؟ تزعل، تفرح. بس في ناس بتزعل على انها تزعل ليه؟ علشان فلوس التحليل. لا يا جماعه، معنى كده ان الناس اللي بتعمل سخيف دلوقتي ال 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 المسحه، المسحه وتطلع نيجاتيف يزعلوا عشان دفعوا فيها؟ لا، الفكر ده بيفرحوا. لا، الفكر ده والله لازم يتغير، لان كتير احيانا اطلب منه سكر تراكمي، اطلب منه تحاليل معينه، اطلب منه سرعه ترسيب، اطلب اي حاجه تطلع ان الموضوع نورمال. طب طلبنا لي لا يا فندم عشان نتاكد ان هو نورمال، دي في حد ذاتها حاجه مهمه. يعني مثلا حاله زي اللي معروضه ديت، الحاله ديت انت مخير تطلب فيها اشعه او لا. ليه؟ لان السنان معظمها كويس، المريضه ديت جايه بس بتشتكي من فراغ في خط النص وعايزه تظبط الابتسامه بتاعتها، فالحاله دي داخله تعمل فينيرز واضحه وضوح الشمس. لما هتيجي تعمل لها فينيرز وما عندكش اي ايفيدنس ان في مشكله في السنان، ممكن تشتغل من غير مقطعي. طيب لو انت حريص قوي ممكن تعمل مقطعي بس عشان تستبعد اي مشكله في موجوده في الاسنان، مش عيب، مش عيب الواحد يعمل اشعه ويطلع ان هو ما عندوش مشكله. لكن ايه اللي انت بتشوف عنده؟ حشوات عميقه زياده عن اللازم، سنه مكسوره، التهاب غير مبرر في اللثة، ورم، اي حاجه بتقوز، يعني اي سائل لون مختلف موجود في البق من طالع من سنه معينه، لا هتعمل اشعه. بس دي بقى هتعملها 100%. ففي حالات انت بتعتمد على خبره الدكتور، نعمل ولا ما نعملش. طبعا في الحاله دي عملنا لها فينيرز دايركت، استلبتها بسرعه جدا، قدرنا نقسم. والحاله دي على فكره هي مش بسيطه. ليه؟ لان خط النص ده كان كبير قوي، فاحنا وزعنا المسافات على الفينيرز، عملنا حوالي 6 عشان نعرض كل سنه جزء بسيط جدا عشان نقدر نوصل ان احنا نقفل خط النص ويطلع طبيعي. قفل خط النص مش موضوع عادي، ممكن تقفله، بس ممكن تقفله باتنين فينير ويطلع في الاخر المنظر مرعب. فمش كل واحد داخل عند دكتور الاسنان يبقى حاطط في دماغه كونسبت ان هو داخل يستغل، او ان الاشعه دي صرف زياده، او انها تكون داخله في الفيز بتاع الكشف. غير منطقي، يعني انت قاعد قدام مكنه بملايين بتطلع نتائج في خلال نص دقيقه، اكيد ده موضوع انت تستحق ان انت تطمن على نفسك. ده فكره لازم الناس تبقى حطاها في دماغها، انت تستحق ان انت تطمن على نفسك، تطمن على نفسك، دي حاجه مهمه. شخص جميل بكل المقاييس، 93 سنه. انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا، يعني وانا ببص على الايدج مش عارفه انتوا كاتبين غلط ولا ايه. 93 جاي يعمل تجميل. يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديماندز، اللي هو ايه؟ انا عايزه اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللثه، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10. بيرفكشنستك. بيرفكشنستك يعني ناشده للكمال، عجام بيرفكت، بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي. ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح، فادت المنظر الغير طبيعي. فالولد دوت متاخر في التسنين، فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش، والولد عنده 9 سنين دلوقتي، سنان مش لاقيها. قال له خلاص روح هات لي مشرط، روح اشتري لي مشرط وكيس قطن صغير وهشق لك على السنه وزي الفل. اي حد عنده اسنان مفقوده الحل الادوم والاليق هو الزراعه.